Je ne suis pas d'accord avec l'horaire. Je ne suis pas d'accord avec l'horaire, Jemaa. Le وقت ما يناسبش مباراة كرة قدم في شهر رمضان وين اللاعبين صايمين. Impossible de donner un meilleur rendement. وهذه الأمور تعرفوها أنتم. اللاعب صايم durant قريب 24 heures parce que le match c'est à 20h30, 20h15, 20h30. واللاعب صايم ويدخل أمام منتخب قوي، منتخب مرشح لكأس العالم، منتخب بطل أوروبا وفي لشبونة. يعني كيف راح يكون ظروف إحنا؟ ظروفنا كيف راح يكونوا في المباراة هذه؟ كان لعبنا في الجزائر والله بليزوموا شوية، ولكن معليش إن شاء الله البركة في اللاعبين، إن شاء الله يعطوا مردود جيد إن شاء الله، ونرجع بنتيجة إن شاء الله لترضي الجميع. حتى لو نخسر يا جماعة، حتى لو نخسر ربحنا مباراة ولعبنا تبقى في التاريخ، لعبنا أمام منتخب